مساء الخير، أهلا بكم إلى نشرة أحوال الطقس المرتقبة لهذا الجمعة بحول الله، حيث خلال الصبيحة ستعرف المناطق الشمالية من الوطن أجواء غائمة، ممكن احتمالات أو احتمال تساقط لبعض الأمطار خلال صبيحة هذا الجمعة، خاصة على السواحل الوسطى والشرقية. أجواء عموما مستقرة إلى مغشاة جزئيا على المدن الجنوبية خلال المساء. ظهيرة هذا الجمعة بحول الله ستبقى أيضا الوضعية الجوية غائمة مستقرة على المناطق الشمالية من الوطن. عموما الأجواء مغشاة جزئيا بسحب كثيفة لكن بدون فعالية، وهذا على شمال الصحراء مدن الواحات، وسط الصحراء مرتفعات اللقاء وتصل أيضا تطاير للرمال بوسط الصحراء على أقصى الجنوب الغربي ومنطقة تندوب، بفعل الرياح القوية التي تصل سرعتها حتى 76 كيلومتر في الساعة. بالنسبة لدرجات الحرارة المسجلة خلال صبيحة هذا الجمعة ستصل 17 درجة بالجزائر العاصمة، 14 على عنابة، على الطار في القالس، كيكدة، بجاية، 18 بوهران، على مستغانم أيضا مسجل 20 درجة، بغردية 22 على واتسوف ومنطقة بشار 24 درجة، بورقلة وحسم سوى 28 بتندوف وأدرار 22 درجة إلى 29 بمناطق أقصى الجنوب خلال المساء. ظهيرة هذا الجمعة بإذن الله درجات الحرارة القصوى بحول الله ستصل إلى 27 درجة بالجزائر العاصمة، على بومردة، سيبازا، 25 درجة بالسواحل الشرقية، نسجل 22 بالسواحل الغربية، 30 درجة على تلمسان، على تيارة البيض، على سيدي بلعباس، معسكر، 24 درجة بالجلفة، على الغواط والتيزي وزو، 31 درجة بغرداية، 39 بعين صالح، 40 درجة على أدرار، 32 درجة على منطقة بشار وبني عباس، 42 درجة على مناطق أقصى الجنوب يعني قزام وبرج باجي مختار. حالة البحر بإذن الله سيكون البحر عموما قليل الاضطراب، الرياح غربية تماما وسرعتها تتراوح ما بين 15 إلى 20 كيلومتر في الساعة. نختم نشرة كالعادة بالورقة الفلكية، وقت شروق وغروب الشمس بالجزائر العاصمة وضواحيها. أشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.